بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة برنامج سيفل 3D. الدرس الليلة بيتكلم عن البوينتس جروب أو عمل مجموعات للنقاط. طيب، عشان نعمل مجموعات للنقاط أو نكون كل نقاط متشابهة في مجموعة واحدة بنعمل بعض الأمور. طيب، أولا قبل ما ندخل الملف بتاعنا حق النقاط أو قبل ما ندخل النقاط ذاتها، في طريقة ممكن نعمل بيها أو نكون بيها بوينت جروب من البداية اللي هي كالآتي. طيب، مثلا إذا عندي ملف فارغ زي ده وعايز أدخل فوقه نقاط، جيت قلت له بوينتس، قلت له كرييت، قلت له من هنا دخل لي النقاط دي، وقلت له دخل لي ملف النقاط بتاعي اللي اسمه بوينت 1، وقلت له اوبن، وجيت حددت له النوع بتاعه بوينت نمبر ونورسينج وايستينج واليفيشن وديسكريبشن كوما ديليميتد. قبل ما اضغط على اوكي اجي اقول له هنا اد بوينت تو ا بوينت جروب. بجي بضغط هنا، بجي بلقى الحته دي بقت لي نشطه، بقوم بضغط على ده بيقول لي هنا دخل اسم الجروب. بيجي بقول له مثلا الجروب هنا اسمه مثلا فيرست مثلا. طيب، ده الجروب بتاعي بقى اسمه فيرست. طيب، اقوم اضغط عليه كده، انا انشأت جروب اسمه فيرست، وطوالي اضغط على اوكي او اضغط على دو اليفيشن ادجستمنت اف بوسيبل، واضغط على دو كوردينيت ترانسفورميشن اف بوسيبل. طيب، اي اقول له اوكي. طيب، بيكون كده ملف النقاط نزل معاي. بضغط دبل كليك بعجلة الفارة عشان تظهر معاي النقاط بتاعتي. لو عاينت هنا على اليسار في التول سبيس وجيت هنا مددت البوينت جروبس هنا، بيجي بلقى عندي في جروب اسمه فيرست. طيب، لو عايز اسوي اي حاجة، الفيرس ده اكشوالي هو الاول بوينتس ذاته، يعني نفس الجروب، يعني اي حاجة عملتها هنا هي اكشوالي انا عملتها هنا. طيب، ممكن لو جيت عملت كده قلت لها بروبرتيز، وجيت قلت له يا اخي غير لي مثلا في الستايل بتاع النقاط، او غير لي في البوينت ستايل دي، قلت له خدت لي 3 مثلا، وقلت له اوكي، بيجي بلقاه غير لي كل النقاط 3. طيب، في حاجة، أنا مثلا لو جيت عينت هنا النقاط دي اسمها رود، وفي نقاط اسمها ان جي ال مثلا زي دي، وفي نقاط اسمها بوكس مثلا زي دي هنا، وفي نقاط اسمها وول زي دي مثلا. طيب، لو جيت أنا مثلا عايز أخد الرود براه في مجموعة يتعامل معاه ويتعامل مع بقية النقاط في مجموعة أو في مجموعات تانية، الحاجة دي بتتم كيف؟ طيب، مثلا أنا عايز أعمل لي جروب أسميه رود فقط، بس أغير في النقاط حقت الرود بس، والتانيات تظل ثابتة زي ما هي. طيب، بجي هنا عند البوينت جروبس، بضغط رايت كليك وبقول له نيو، بقول له انشئ لي مجموعة جديدة، وهنا بظلل بغير الاسم. مثلا عايز اعمل جروب باسم رود، اقول له عايز اعمل له رود جروبس او رود جروب. طيب، واي طوالي هنا للتابة بتاعت انكلود، جيت للتابة حقت انكلود بعاين هنا على حسب الوصف بتاعي. ممكن اجي هنا with road descriptions matching او with full descriptions matching على حسب الوصف، او ممكن تكتب على الاثنين. طيب، انا مثلا عندي رود، او عندي حاجة اسمها مثلا beside road، او مثلا central road، او اي حاجة، بس في كلمة رود دي قاعدة. انا بعمل شنو؟ لو عايز اي حاجة بتتضمن كلمة رود اخدتها في مجموعة، بقوم بضغط على العلامة دي وبكتب كلمة رود. أي حاجة أو أي جملة متضمنة كلمة رود بتظهر معاي. بجي بعاين هنا بقول له point list
بجي بلقاها هنا ظهرت معاي رود كلها كده. الجروب ده بيتضمن لي بس رود. طيب بجي بقول له شنو، بجي بقول له اوكي، بجي بلقى الجروب يتكون معاي هنا اسمه رود جروب، وهنا الشكل بتاع النقاط بتاعه كمان يتغير. يعني كده بيجد انا يتعامل مع بس الجروب بتاع رود براو من غير النقاط التانية اللي هي الان جي ال والوولز والبوكس وباقي النقاط التانية. طيب لو عايز مثلا اغير في شكل النقطة بتاع الرود هنا ومن غير ما دين يتغيروا، بجي فقط للجروب بتاع رود جروب هنا وبقول له هنا بروبرتيز، وبقول له مثلا خدت لي ده كده، مثلا اجي اقول له هنا ماركر خدت لي داير وكروس. وطيب الديسبلاي خلي اللون بتاعه مثلا يكون باللون الازرق مثلا، واقول له اوكي، واقول له اوكي واوكي تاني. لو شايفين فقط يتغير بس الجروب بتاع رود، الباقيات ما يتغيرت. كذلك اذا عايز اغير في الديسكريبشن او في الليبلز بتاعته هنا، بجي بقول له كده بروبرتيز، وبجي بقول له هنا خدت لي مثلا نورثينج اند ايستينج، وبقول له اوكي. شايفين كده بيتغير براو، يعني من غير ما التانيات يتغيروا معاه. طيب كده انا عملت الجروب بتاع رود براو. طيب عندي عايز مثلا اطلع بوكس اخدها في جروب براها، طيب اي اقول له من هنا بوينت جروب، اقول له نيو، اجي هنا اقول له مثلا بوكس جروب مثلا. طيب انا عندي تاني مثلا ان جي ال وول مثلا، اجي اقول له هنا بدل اقول له انكلود الدور ده اقول له اكسكلود. هنا قبل كان بنقول عايزين النقاط اللي بتتضمن كلمة رود، لكن هنا عايزين نقول له النقاط التي لا تتضمن. مثلا اجي اقول له هنا with full description، اقول له النقاط دي ما بتتضمن لي مثلا wall، واخد جولة، واقول له برضه ما بتتضمن رود، واخد جولة، واقول له ما بتتضمن ان جي ال برضه. طيب اجي هنا عاين للبوينت ليست، بجي بلقاها فقط بقت عندي بوكس. طيب في نفس الوقت اذا كنت انا عايز اخد البوكس ومعها الان جي ال مثلا في جروب واحد، ما علي الا اجي في نفس الاكسكلود هنا اقول له بس عايز النقاط التي لا تتضمن الرود والوول. طيب لانه هنا انا عايز بس احط البوكس في جروب براو، هاجي اقول له كده ان جي ال. طيب هاجي عاين هنا ليست بلقى بس عندي دي البوكس، وبجي بقول له اوكي. هنا بيكون تم انشاء جروب باسم بوكس جروب. ممكن اغير في شكل النقاط مثلا اخليه يكون دريل هول، واقول له كده شايفين بتتغير فقط النقاط بتاعت البوكس فقط. وكذلك اذا عايز اعمل الوول براو مثلا في جروب عادي، اكتب يا اما انكلود وول او اقول له اكسكلود رود بوكس وان جي ال. طيب بكده دي طريقة يعني عمل الجروبس او المجموعات في برنامج سيفل 3D. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية درسنا. وما تنسوا الما مشترك يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان توصل فيديوهاتي أول بأول. وما تنسوا شير الفيديو مع أصحابكم على نطاق واسع، وبرضو اضغطوا لايك. وما تنسوني من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.